فيديو جديد ومعلومة جديدة وخبر جديد من قناة كلام كل يوم. في البداية ما تنساش تضغط اشتراك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. رسالة موجهة إلى مدير مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بشأن الإجراءات المتبعة سنويا الخاصة بالتقدم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي من خلال بوابة مركز المعلومات، واستكمالا لهذه الإجراءات خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021 يرجى من سيادتكم التقرم بالتنبيه باتباع الآتي عند التقدم لإلحاق التلاميذ بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الابتدائية بكافة تبعاتها: رسمي لغات خاص للعام الدراسي 2020-2021. أولا، بالنسبة للمدارس الرسمية، الخطوة الأولى التسجيل الإلكتروني في الفترة من 1/6/2020 إلى 30/6/2020. متاح لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، وذلك من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومي للطفل المتقدم. في حالة تعثر ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني، يمكن التوجه إلى المدرسة لمن يرغب في التقدم لها ومعه صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الأصلية عليها وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها، ليتولى وحدة المعلومات بالمدرسة بتسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا بالمدرسة. متاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيا، وذلك لتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة للقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة لذلك. الخطوة الثانية، القبول وفحص الملفات المتقدمين، وذلك خلال الفترة من 1/7/2020 إلى 31/7/2020. يتاح للمدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم من خلال التطبيق الإلكتروني، وذلك طبقا لما ورد من اللجنة المختصة. يتاح لولي الأمر الاطلاع على المدرسة التي تم قبول نجله بها، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص به، ويلزم على ولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي. يتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للمقبولين إلكترونيا بالمدارس. عقب استلام الملفات يجب التسجيل الإلكتروني للذين تم قبولهم نهائيا واستلام ملفاتهم. طباعة الكشوف النهائية للمتقدمين للجهة المختصة واعتمادها وتسليمها بالإدارة التعليمية، علما أنه على المدارس أن تلتزم بتسجيل طلبات التقدم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني في خلال الفترة المحددة سابقا، على أن يتم استكمال إجراءات القبول وفقا للقواعد المنظمة لها بهذا الشأن. ثانيا، المتقدمين لمدارس رسمي لغات أو خاص عربي لغات. تقوم المدرسة بإضافة بيانات التلاميذ من خلال قاعدة البيانات، وذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائي الخاصة بالمدارس، وسوف يتعرض مسؤول المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم إدخال جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي. ثالثا، بالنسبة للتلاميذ الوافدين، يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ثم يتم تسجيل بيانات الوافدين الذين تم قبولهم إلكترونيا من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة التعليمية. الإعلان في مكان ظاهر بالمدارس والإدارات التعليمية والمديرية عن فتح باب التقدم للصف الأول الابتدائي، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. وفي إطار استمرار الجهود التي تبذلها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فإنه يتعين التقدم إلكترونيا للصفوف الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويكون بدء التقدم في الفترة من 1/6/2020 وحتى 30/6/2020، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا من الطلاب والمعلمين، على أن يترك مد فترات التقدم للسادة المحافظين كلا في محافظته طبقا لظروف كل محافظة
وهذا العلم واتخاذ اللازم. في نهاية الفيديو، لو دي أول مرة بتشوفونا، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة أول بأول.